أصدقائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو غريب جدا وتصرف أغرب من محمد الشناوي حارس مرمى نادي الأهلي أثناء تعامد وضرب لاعب سموحة في مباراة الأهلي وسموحة اليوم التي انتهت بفوز الأهلي 2-0. محمد الشناوي كان راح يحتك باللاعب اللي كان محجز عليه أثناء تنفيذ الضربة الركنية، ثم اعترضوا لاعب سموحة فاداله بالبوكس في وشه يا جماعة، فأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه وخرج في الدقيقة تقريبا 92 من أحداث الشوط الثاني من المباراة. تصرف غريب، تصرف غير أخلاقي، أكيد وبالتأكيد إدارة النادي الأهلي سوف توجه له الغرامة والعقوبة طبقا للائحة النادي الأهلي للعقوبات والغرامات. إلى هنا ينتهي الخبر، لم يعد لدينا المزيد لكن لدينا جديد، فابقوا معنا وتابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لحسن متابعكم، انتظرونا في قادم الفيديوهات بإذن الله.